في نادي سموحه ان هم يحضروا المباراه ان شاء الله يوم السبت ويشجعوا نادي سموحه في المباراه. ده عبد الله الزيات اللاعب اللي انا قلت لكم عليه، انضم لنادي سموحه، وقع وقاعد اهو في الصوره مع الكابتن عاطف حنفي مدير الكره، بيوقع على عقود انضمامه لنادي سموحه ان شاء الله في الموسم القادم. خلينا نروح للكابتن عاطف حنفي مدير الكره في نادي سموحه ونعرف منه تفاصيل المباراه واستعدادات نادي سموحه للمباراه، وايضا موضوع عبد الله الزيات اللاعب الجديد في نادي سموحه اللي هينضم من الموسم القادم ان شاء الله. كابتن عاطف ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن كريم. الله يخليك كابتن عاطف، اخبار حضرتك ايه؟ والله بخير الحمد لله، نحمد ربنا. الحمد لله. يعني طمنا على فريق سموحه كده واستعداداتكم لمباراه يوم السبت ان شاء الله. احنا الحقيقه من ساعه ما رجعنا من جنوب افريقيا ويمكن طوينا صفحه الماتش الاولاني الافتايم الاولاني، وخدنا راحه يوم، وتاني يوم الكابتن مؤمن جمع الفرقه ونسينا الماتش خالص نتيجه الماتش الاولاني، لان كلنا مدركين صعوبه الماتش الثاني سواء لعيبه او جهاز او اداره. وكله بيشتغل على اساس الماتش ما هو سهل، ونتيجه 0-0 دايما من النتائج الصعبه في كره القدم خصوصا في ماتشات العوده، ويكون مع تيم بحجم نادي بيتفيست، تيم منظم، تيم محترم بيلعب كره نظيفه، ويمكن ده كمان هيساعدنا ان احنا من الفرق اللي تلعب كره قدم، فمحتاجين ان احنا يبقى في تركيز، يبقى في اراده، يبقى في اصرار. والحقيقه انا متفرج النهارده قاعد مع لعيبه التلعب يوم الساعه 4، واتكلم معاهم وحفزهم، واتكلم معاهم ان دي نقله هتبقى خاصه للعيبه وللنادي وللجهاز، واحنا محتاجين ان احنا في خلال 6 سنوات لعبنا في دوري الابطال، كمان محتاجين ان احنا ندخل في دوري المجموعات، وان احنا عندنا ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده وفي الجهاز، واحنا عارفين اللعيبه بتاعتنا لما بتبقى في الموقف اللي محتاجه تركيز بيبقوا رجاله ويقدروا يعملوا حاجه كويسه. فاحنا عندنا امل وعندنا ثقه في اللعيبه كابتن كريم ان هم ان شاء الله يقدموا مباراه كبيره ويقدروا ان شاء الله باذن الله يوصلونا لدوري المجموعات ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هل في اصابات؟ انا شايف القايمه ما شاء الله كل اللعيبه موجودين في القايمه وبيستعدوا للمباراه، 20 اسم انا قلتهم من شويه، و اعتقد يعني مباراه هتكون تاريخيه ان شاء الله. نادي سموحه ان سموحه برضه عايز يوصل دوري المجموعات وعايز يلعب وعايز ينافس على البطوله، فمباراه ومرحله مهمه جدا نادي سموحه في تاريخ البطوله او في عمر البطوله. يا كابتن عاطف ما فيش شك يا كابتن كريم، الماتش مهم لان ماتش بيوصلنا للدوري المجموعات، يمكن القرعه حطتنا في فريق محترم جدا على مستوى القاره او فرق جنوب افريقيا بصفه عامه، من الفرق الكبيره اللي بتقدم كره قدم مش افريقيه، كره قدم اوروبيه. أي. شبيهه بادائنا شويه، يمكن اعلى شويه من المهاره مننا، ولكن الماتش احنا عارفين كلنا ومدركين اللعيبه وجهاز. وعايز اقول لك حاجه، حتى اللعيبه اللي كانوا خارج القائمه الافريقيه كانوا بيتمرنوا في منتهى القوه الثلاث اربع تدريبات اللي فاتوا، كل اللعيبه جاهزه للمباراه، كل لعيبه عندها اراده وعندها تصميم انهم يعملوا حاجه كويسه. فاتمنى ان احنا نكون في يومنا ان شاء الله يوم السبت ونقدر نعمل حاجه كويسه. احنا بنحاول بقدر الامكان دلوقتي ان احنا المباراه تبقى الساعه 5 عشان نقدر يبقى في نقل تلفزيوني ليها. أي. لان المصري بيلعب، طبعا بتمنى له التوفيق ان هو هيلعب الساعه 7، واتمنى يا رب ان شاء الله للنادي المصري والجهاز الفني كابتن حسام ولاعيبه النادي المصري هم يوفقوا ان شاء الله ويعدوا عقبه كمباله، ونوصل احنا والمصر ان شاء الله دوري المجموعات باذن الله. طيب احنا بنحاول نخلي الماتش الساعه 5، وعملنا ميل للاتحاد الافريقي وبعتنا الاتحاد المصري، الناس في بيت لسه ما عندهمش مشكله ان الماتش يبقى الساعه 5. الاتحاد الافريقي قال احنا ما عندناش مشكله، لكن الاتحاد المصري هو لازم عشان يخطر الامن فلازم الموافقه تيجي من الاتحاد المصري. فاحنا على امل المباراه تبقى الساعه 5 عشان كل جمهور الكوره في مصر يتفرج على المباراتين في نفس ال. طيب هو المفروض الماتش الساعة كام اساسا؟ يعني الموعد اللي المفروض الماتش كان الساعة 6، المفروض كان الماتش الساعة 6. فالشركة الراعية والنقل التلفزيوني طلبوا ان هم يقدموا المباراة ساعة. فاحنا قلنا احنا ما عندناش مشكلة، اتكلمنا نادي بيتفيست الناس ما عندهمش أي مشكلة، بالعكس ده هم رحبوا بيها لأن هم مسافرين في نفس بعد المباراة مباشرة، فهيبقى بالنسبة لهم ساعة توفير كمان. بعت الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي قال انا ما عنديش مشكله خالص تعديل الموعد، ولكن لابد يكون عن طريق الاتحاد المصري عشان يخطر الجهات الامنيه. فاحنا طبعا باعتين الاتحاد المصري من الصبح، لكن لحد دلوقتي الحقيقه ما عندناش خبر اكيد،
لان بكره الاجتماع الفني الساعه 3 فلازم يكون في خبر سواء الماتش هيبقى الساعه 5 او الساعه 6. اعتقد كده مش هتلحقوا ان الاتحاد الافريقي لازم هو اللي يرد. الاتحاد الافريقي بعت ميل، بعت لنا ميل ان هو ما عندوش اي مشكله في تعديل موعد المباراه. لان المراقب بعت ميل للاتحاد الافريقي وقالوا احنا ما عندناش مشكله. طب المشكله فين دلوقتي؟ الاتحاد المصري يعني؟ الاتحاد المصري هو اللي يخطر الاتحاد الافريقي يقول ان هو موافق ما عندوش مشكله الساعه 5. طب ما يعملوا كده عشان يخطر الجهات الامنيه بس. طب ما الاتحاد قافل بكره بالاتحاد المصري. ما هي دي بس المشكله. لكن يعني احنا عرفنا نجيب موافقه الاتحاد الافريقي ومش عارفين نجيب موافقه الاتحاد المصري الاتحاد بتاعنا. طب ما الحاج عامر حسين يعني احنا يعني باعتين من الصبح الحقيقه، باعتين من تقريبا من الساعه يمكن 12 باعتين ولحد دلوقتي ما عندناش اي رد. فاحنا مستنيين بكره الاجتماع الفني الساعه 3، اذا ما جاش رد قبل الساعه 3 هتبقى المباراه الساعه 6 بالظبط. المباراه الساعه 6، ولو المباراه الساعه 6 مش هيعرفوا يذيعوا طبعا المباراه. طبعا مش هتذيع الماتش. يعني بلغ تحياتي للعيبه السموحه كابتن عاطف والكابتن مؤمن، وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه يوم السبت باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عاطف حنفي مدير الكوره في نادي سموحه. اتمنى ان اتحاد الكوره يتحرك شويه ويقدر يعمل الموضوع ده، يعني مش صعب ان اتحاد الكوره يبعت للاتحاد الافريقي ان هو وافق على اقامه المباراه الساعه 5 مش 6، ولازم الموافقه دي تروح للاتحاد الافريقي بكره قبل الساعه 3، ان بكره الساعه 3 الاجتماع الفني للمباراه، فلو ما عرفوش يتواصلوا قبل الاجتماع الفني او غيروا الميعاد قبل الاجتماع الفني خلاص المباراه هتتلعب يوم السبت الساعه 6. مباراه المصري الساعه 7، وفي مباراه في الدوري الساعه 4 بتروجيت والاتحاد السكندري. طيب ده بالنسبه لنادي سموحه. عايز اقول لكم برضو ان كان مفروض احمد رئيس الاتحاد الافريقي يجي مصر في زياره يوم 8 ابريل، ولكن الراجل سافر الى جنوب افريقيا لزياره دول الكثافة، ودول الكثافة دي اللي هي حوالي 12 دوله افريقيه من اعضاء الاتحاد الافريقي لكره القدم. فسافر هناك قعد مع المسؤولين هناك في جنوب افريقيا ومندوبين من دول الكثافة، وعشان يطور الكوره هناك، يعني في اطار اكيد الجوله اللي بيعملها احمد بعد نجاحه في منصب رئيس الاتحاد الافريقي، فاجل زيارته لمصر، لكن هيجي مصر ان شاء الله في وقت لاحق وبرضه يكون متواجد باذن الله. انتوا عارفين ان مقر الاتحاد الافريقي هنا، فالراجل هيكون متواجد. طيب خلينا نروح لعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، ونشوف بقى لخبطه الماتش المصري وماتش سموحه والمواعيد، وفي ماتش في الدوري كمان يوم السبت القادم ان شاء الله، مباراه الاتحاد السكندري وبتروجيت في السويس. فخلينا يعني نعرف منه التنظيم كده بالنسبه للثلاث ماتشات. سياده العميد ازي حضرتك؟ كابتن كريم ازي كابتن، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا سياده عميد، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله كابتن، ازي كابتن؟ الله يخليك الله يخليك. يعني ان شاء الله يوم السبت كده في ماتشين، الماتش السموحه وبيتفست، المفروض الماتش الساعه 6 ونادي سموحه عايز يخلي الماتش الساعه 5. كابتن نادي سموحه فعلا بعد جواب رسمي من اتحاد الكوره. الموضوع ملوش علاقه باتحاد الكوره كابتن، ده ماتش افريقي. يستلزم لما يكون في اي تغيير في مواعيد او في ملعب يكون مع عن طريق الاتحاد الافريقي، وقبل موعد المباراه ب 10 ايام. عشان كده حضرتك يعني ما بعد الجواب قلنا والله لو الفريق الثاني الفريق الضيف عنده موافقه بالكلام ده، في مراقب المباراه والمراقب الامني والحكام موجودين في اسكندريه، يبقى الاختيار يختار الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي يختارنا بالموافقه احنا نختارهم، لكن احنا من الصحاب قرار في هذا الموضوع. انا عارف، ما هو كابتن عاطف حنفي قال لي احنا اخترنا الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي موافق وفريق بيتفست موافق، بس الاتحاد الافريقي قال لهم ان لازم الاتحاد المصري يوافق ويبعت لي موافقه قبل الاجتماع الفني اللي هو الاجتماع الفني بكره الساعه 3. عشان كده كابتن ماشي، لو هو زي ما حضرتك بيقول كده احنا ما عندناش مشكله في الموضوع ده. ودايما لما بيبقى في مشاكل زي كده تخص الاتحاد الافريقي، يمكن وجود الكابتن هاني كعضو الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي يسهل لنا القصه دي. لكن هم خطوات تنفيذ الموضوع ده هم يعني تاخروا، ما اعرفش كده فجاه كده. فجاه كده، طب ما انت عارف الميعاد ده بقالك 10 ايام ولا 15 يوم، ما فكرتش فيه من قبل كده. هو صح، كلامك صح ان هم تاخروا، بس هم عشان عايزين يذيعوا الماتش، لان الماتش لو الساعه 5 هيبقى في فترة قبل ماتش المصري. فيقدروا يذيعوا المباراة من 5-7 وبعدين يذيعوا ماتش المصري من 7، لكن لو الماتش الساعة 6 والله كابتن مش هيعرفوا يذيعوا ماتش سموح. كابتن كريم احنا يعني
داعمين لسموحه والماتش. طبعا طبعا. يمكن اول مره سموحه جاي لها 10,000 متفرج في ماتش الماتش اللي جاي يوم السبت، النادي المصري 5,000 متفرج، لان برضه استاد الاسماعيليه فيه اصلاحات في مدرج، يعني اتحاد الكوره مجلس اداره وكابتن هاني ابو ريده كل الجهد عشان داعمين للانديه المصريه في بطولات افريقيا. أيوة. وبالتالي احنا برضو زي ما حضرتك بتقول كده هنبعت الجواب للاتحاد الافريقي، لو هم عندهم موافقه مبدئيه منهم ما اعتقدش هيبقى في مشكله يعني. ان شاء الله. ومباراه بتروجيت والاتحاد في ميعادها الساعه 4 ما فيش مشكله يوم السبت في استاد السويسي الجديد. ماتش الزمالك والمقصه هيتلعب ان شاء الله يوم يوم الاحد الساعه 7 في استاد بترو سبورت خلاص بشكل نهائي يعني. بص يا كابتن كريم، ماتش الزمالك والمقصه التحديد تم او التاجيل تم من الجهات الامنيه، والتحديد تم من الجهات الامنيه. لو في تغيير لا اتحاد الكوره ولا لجنه المسابقات ولا نادي الزمالك ولا نادي المقصه في الظروف اللي احنا موجودين فيها يا كابتن كريم، اعتقد ان دور الامن مهم جدا فيها. طيب. رؤيه امنيه الماتش يتلعب ليه، ويمكن يا كابتن كريم لاول مره الامن بيحدد مباراه، لان يعني كلام كتير وفي قناه برضو اجنبيه قالت ان في خلل امني ادى الى تاجيل الماتش، فكان يستوجب لازم قرار جريء من وزاره الداخليه وقرار قرار محترم. قال لك لا، طب لو الموضوع كده احنا نلعب الماتش يوم الاحد. أيوة. يوم عيد القيامه، يعني احنا برضو بيبين رساله للعالم كله ان مصر بلد الامن والامان وما عندناش مشكله في تامين ماتش يوم اعياد الاخوه المسيحيين. الزمالك طلب التاجيل ولا الزمالك ملوش علاقه بموضوع التاجيل؟ الزمالك كابتن كريم ما كانش ليه علاقه، وعشان برضه ما طلبش يعني ما نديتش على الزمالك. اه لكن الزمالك كابتن كان اخطر ان الماتش يتاجل، وبالتالي كان في قرارات اداريه جوه النادي بالنسبه للمدير الفني اجازه، الفريق اجازه، حاجات برضه انا ما اعرفهاش، وبالتالي كان بالنسبه لهم ما فيش ترحيب للماتش يكون يوم 16. في رغبه ان يبقى يوم 18، لكن لو الماتش هيبقى يوم 18 يا كابتن كريم هيلعبوا كل 48 ساعه، لان صعب الجدول. كابتن عامر حسين حاطط الجدول ينتهي في نهايه شهر 6، لانك انت البطوله العربيه اللي بتحكم هذا الموضوع، واللي اول مره مصر بتنظمها بعد غيبه طويله بطلب من الكابتن هاني ابو ريده، ما فيش وقت يا كابتن انك انت ممكن تاجل افتتاح البطوله، لان ليها نظام وجدول، والقرعه ان شاء الله تكون يوم 3/5 ان شاء الله. بشكرك سيد العميد، وبالتوفيق ان شاء الله لكل الفرق المصريه في الفتره القادمه. والراجل اكد يعني على اقامه المباراه يوم الاحد ان شاء الله.